إذا حضرنا اليوم في الجلسة وتم تأخير الملف لأن جاءوا زملاء آخرين كينوبوا على 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 أطراف على السي العادي العماري وعلى على وعلى السي الحداوي وتأخر الملف. وحنا ملي تأخر الملف طلبنا من المحكمة أنها تعطي الصراح موقت لأن كنعتقدوا على أن الاعتقال ديالو اعتقال احتياطي ليس له ما بيرجوه نظرا لكون السي الحداوي ما ارتكبش شي أفعال اللي هي تعتبر خطيرة، بالعكس ما ارتكبش شي فعل. السي الحداوي اللي كيجرموا القانون، السي الحداوي ما ارتكبش الجريمة ديال النصب اللي تابع من أجلها محاولة النصب ما جابش لأن ما كاينش ضحية، ما كاينش العناصر التكوينية لجريمة النصب، ما كاينش الركن المادي، ما كاينش الركن المعنوي. تنظن بأن المتابعة هي غير 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 موفقة فيها النيابة العامة، وبالتالي المتابعة الأخرى ديال بيع التذاكر بسعر أغلى أعلى وبدون ترخيص هذه حتى الى واخا ما كايناش حتى العقوبه ديالها، رافع عقوبه عندها غير عقوبه ديال الغرامه، دونك ما فيهاش عقوبه حبسيه، وبالتالي ما كنشوفوش بان كاين شي خطوره الافعال اللي كتبرر الاعتقال ديالو، فضلا على انه كيتوفر على جميع الضمانات لان عنده ضمانات حضور، راجل هو نائب برلماني، راجل عنده شركه مهمه بزاف لان الشركه ديال التصدير ديال السمك وتعتبر ثالث اهم شركه في تصدير السمك في المغرب، وسيد تترأس الفريق ديال اولمبيك اسفي، وشفنا النتائج اللي حقق مع الفريق، وسيد اللي كيدير بزاف الاعمال الاجتماعيه، اعمال خير في اسفي، دليل على ان هذا الحضور اللي حضر الجلسه اللي بطبيعه الحال كان حضور مؤثر. انا شخصيا شفت واحد الطفل مبتوره ليه القدم ديالو وراه وقيله هو هذاك، وجا باش يحضر، وجاو الناس اللي كيعانيو من امراض السرطان واللي كيساعدهم السي الحداوي، دليل على ان الحداوي ما يمكنلوش اللي كيدير هذه المسائل ما يمكنلوش انه يتهرب من العداله. السي الحداوي مستعد يبقى وقت ما بغى يحضر الجلسه غادي يحضر، ولكن اذا ديرو في السجن ما فيش مصلحه حتى شي واحد، المجتمع ما غاديش يتضرر منه لان المجتمع هو الضرر هو في السجن، لان هاد الناس اللي جاو من اسفي وتكبدوا على السفر باش يجيو بمعنى علاش؟ لان هاد السيد هذا كيتعامل معاهم وكيساعدهم، اذا المجتمع تضرر ماشي المجتمع، نخافوا على المجتمع، المجتمع تضرر بالوجود ديال السيد سميتو، وبالتالي فالتسطير ديال المتابعه ديالو في حاله اعتقال ما كانش مبني على اساس. من نظرنا حنا كدفاع كنعتقدوا بان المبررات ديال الاعتقال الاحتياطي غير متوفره، لاجل ذلك التمسنا من المحكمه هنا باش تعطيه الصراح الموقت وبينا له علاش وعطينا كاع المبررات ديال الصراح الموقت. كنتسناو المحكمه شنو غادي تقول، هي ماشي حضور شهود، هو الناس اللي عندهم تصريحات ديال 70 دقيقه عندهم علاقه بالسي الحداوي مزيان يجيو المحكمه باش تسمعوا من المحكمه باش تكون الافاده ديالهم، وان كان هما حتى التصريحات ديالهم راه ما فيهاش شي ضرر للسي الحداوي. النيابه العامه اللي غتجاوب على السؤال ما جاوبش عليه، انا كنعرف غير ممكن ديال تعتقد مقصود يطال.